التماس الفلسطيني التقليدي هو هوية وقصة وجود، ولما تتالت محاولات الاحتلال في سرقة هذا التراث كان لابد من وجود مبادرات شبابية تحمي تراثنا الفلسطيني. اليوم أنا وياكم رح نتعرف على واحدة من هاي المبادرات تحت عنوان يوم الزي الفلسطيني، واللي رح تقام في مدينة رام الله. فكرة يوم الزي الفلسطيني انطلقت من سنتين من هلأ، رداً على الاحتلال وعرض الأزياء اللي صارت بتل أبيب، اللي هم يحاولوا فيها بكل الطرق سرقة الزي الفلسطيني وسرقة أبسط الأمور اللي إحنا بنعيشها كفلسطينيين. والزي كان هو من أولى الاهتمامات اللي الاحتلال الإسرائيلي حاول يسرقها ويطمسها. هون كان مجموعة من الشباب حافظاً على تراثهم، حسهم الوطني إنهم يحافظوا على التراث، فانطلقت منها مبادرة يوم الزي الفلسطيني. هذه الزنة في تعاون أكثر بيننا وبين عدد من المؤسسات الرائعة والشريكة، وبنعتقد أنه هذه السنة رح تكون سنة كتير مختلفة وكتير جميلة، وفي هاي السنة عاملين مسابقة لأجمل ثوب مشارك معنا، وهذا رح يشكل فرق كبير. طبعا يوم الزي دائما بسعى همه وهدفه هو أنه نخلي عدد أكبر من الناس يلبسوا الزي. حسيتي أي فئة أكثر اللي تحمست لفكرة يوم الزي وشاركت فيه أكثر؟ نحن شايفين المشاركات بزيادة، يعني مثلا اليوم كان في عنا مشاركة من دير بزيع جميلة، عدد من الصبايا الصغار موجودين، بسطنا كتير فيهم، وكان هذا الاشي جميل وحسسنا انه الفكرة عم توصل للناس وعم بيشوا لحالهم، يعني مش دايما الناس عم تستنى منا نحن الدعوة، وهذا امر رائع. وشايف انه لا فعلا الفكرة عم تتوسع وعم بتصير احلى واجمل. تذكرين اسماء المدن او القرى اللي زارها يوم الزي الفلسطيني لهي السنة؟ هاي السنة اكتفينا بعمل يوم الزي في نابلس وجنين ورام الله، وذلك لأنه كان في عنا فعل المشاكل في الأقصى، وكنا الأحداث ما بتسمح لنا أنه نحن كتير نفكر في يوم الزي. كمان هو تأجل لنفس الأسباب. صحيح، عادة نحن بنعمل يوم 25/7 والهدف منه هو أنه بوافق يوم الثقافة العربي، ولكن بسبب الأحداث زي ما حكيت تأجلت كل الفعالية. كنا عن هاي المشاركة وقديش مهم نرجع نلبس اللبس اللي كانوا يلبسوه أجدادنا زمان. اللبس هو أصلاً المحافظة على التراث تبع فلسطين، يعني اللبس هو اللي بيأكد هوية فلسطين. اللبس أساس كل شيء، تراث إحنا لازم نحافظ عليه بشتى أشكاله، سواء اللبس، الطعام، أي شيء من التراث لازم نحافظ عليه إحنا. مين اليوم ساعدك تلاقي اللبس التراثي لحتى تشارك بيوم الزيت؟ أنا زي ما بتشوف الشباب الطيب هاي هون، والحمد لله خالي وسيدي لساتهم محتفظين فيه. سيد لكن محتفظ فيه، مش راضي يتخلى عنهم الحمد لله. يا واردة عن نابع، يا واردة عن نابع، ما تسكن من الجرى، لا تسكن من الجرى، وحياة عينك يا سمرة، وحياة عينك يا سمرة، ما بوخذ غيرك بالمرة، ما بوخذ غيرك بالمرة. العرس الفلسطيني هذا أهم يوم، أنا بعتبره توثيق وجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية، فكل توب هو هوية وثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية، لأن الفلسطينية كتبت قصة قريتها من خلال البيئة المحيطة فيها ومعتقداتها، فأصبح توبها هوية. قديش حلو تشوفي هالأطفال والصبايا الصغار لابسين الزي التراثي الفلسطيني. أنا بقول علينا أن نمارس التراث حتى يبقى ملكا لنا، فكل طفل وكل كبير عماله بيلبس اليوم وبيعتز فيه وبقول يا أرض اشتدي ما حدا أدي، فهذا راح يكون فخر إلنا واستمرارية لتوبنا الفلسطيني على مدى آلاف السنين ويبقى إلى مدى آلاف السنين. وجود مثل هاي المبادرات بأكد لنا أنه في شباب قادر تحمي التراث الفلسطيني. كنا معاكم في يوم الزي الفلسطيني من مدينة رام الله، لدنيا يا دنيا منار الطل.